طيب نتكلم بقى عن منتخبنا الوطني، وقبل ما اتكلم الحقيقه كيروش كالعاده يهدينا تويتاته العبقريه. يعني قبل كده ادانا تويته كده لذيذه قوي بعد الجوله الخاصه بدور المجموعات في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم واستعدادنا ان شاء الله للقائي الذهاب والعوده للتاهل لكاس العالم. فطلع بتويته ايه قالك فلنجعل المستحيل ممكنا دي كانت قبل كده دي كانت قبل كده ويمكن انا اتكلمت عليها وكثير من الزملاء اتكلموا ايضا عليها انه يعني ايه المستحيل ويعني هو احنا بقى دلوقتي ان احنا نكسب فرقه من التصنيف الاول بقى امر مستحيل يعني بالنسبه لنا يعني الحقيقة كانت تويتة غريبة وعجيبة ولاقت هجوما حادا على السيد كروش ويمكن أنا وقتها قلت إن هو يبدو لما مسك منتخبات قبل كده وأتصور هذا عنده استمبات كده استنبة بيحطها بعد مرحلة معينة ومحطة الاستنبة يعني لأنه مين يقول إن إحنا لو التقينا مثلا بالسنغال أو الجزائر أو المغرب أو تونس أو نيجيريا الامر مستحيل واحنا نحاول نخليه ممكن مين يقول ده ده احنا اكتر بلد واخده امم افريقيا واحنا منتخب مفترض ان هو مصنف تصنيف عالي جدا لولا الحقيقه الفتره الاونه الاخيره اللي خلتنا في المركز السادس في التصنيف لكن وضعنا كمنتخب مصر هو وضع في منتهى القوه ووضع يسمح لنا باستمرار ان ان يقول الاخرين فلنجعل المستحيل ممكنا لما يجوا يقابلونا مش العكس على الاطلاق النهارده دا برضو حط تويته كده لذيذه قوي اقراها لكم برضو من عشان ال... نقولها كده بالنص يعني اه قال نريد ان نكون جزء من هذا الحدث الكبير نرغب في لعب كرة قدم جيدة وأن نستمتع بها نصارع لإسعاد الجماهير والعودة إلى بلادنا بفخر كبير حقيقة النهاردة السيد كروش بدأ طبعا أنا قلت لكم التشكيل امبارح منفرضنا بيه بفضل الله وهو التشكيل بالظبط اللي اتلعب النهاردة زي ما قلت امبارح هو بدأ طبعا بمحمد الشناوي ناحية اليمين أكرم توفيق الشمال أحمد فتوح وفي القلب حجازي والونش ولعب بحمدي فتحي وعمر السلية وقدامهم الثلاثي في اليمين مصطفى فتحي وقفشة وفي الشمال محمد شريف وحط في المقدمه مروان حمدي. بداية هو مصر على انه هو يحط تشكيل مكسور الجناح، هو مصر على هذا. يعني لما حط مصطفى فتحي ناحية اليمين هذا امر جيد جدا، لانه هذا هو مكان مصطفى فتحي يا هو يا ولما تسالني النهارده النهارده اقول لك مصطفى فتحي. زي ما عمل بالظبط. لكن في الشمال فجئنا ان هو حط لنا برضه محمد شريف وكانه لا يتعلم ابدا من اخطائه من وجهه نظري لانه لما لعب قبل كده بمحمد شريف وبمروان ولعب اعتقد كمان مركز كان كان لعب بثلاثه نص حربة ومصطفى محمد كان حاجه غريبه وعجيبه جدا يعني وبالتالي فقدنا تماما الجناح الايسر محمد شريف زي ما قلت امبارح هو نسي حكايه الجناح الشمال دي خالص هو اديله فتره ليست بالقصيره بيلعب راس حرب ومكانه هو راس الحربة وخطورته ان هو بياخد مساحات ما بين الخطوط يعني ما بين الخطوط يعني بين الباك ليفت والسنتر هاف بتاع الفرقه المنافسه او الباك رايت والسنتر هاف الثاني دي خطوره محمد شريف ان هو بياخد اماكن خطيره ما بين الخطوط لما تيجي تلزمه بالجير تلزمه بالخط الابيض تلزمه بانه هو يدافع على الخط الابيض مع احمد فتوح وانطلاقاته تبقى من ناحيه الشمال من الخط الابيض انت افقدته او اجهضت قدراته بنسبه تزيد عن 60% وبالتالي بدا وكانه تائه حتى المرات اللي دخل فيها منطقه الست يردات لم يكن ده محمد شريف ولا في اي تركيز على الاطلاق لانه بيتحرك من مكان بالنسبه له هو يعني في حاله اغماء ده راي شخص شوف اللي مغمى عليه وبعدين يقوم فجاه تلاقيه بهزوز هو كده بيجي من منطقه اغماء لمنطقته الاصليه فما بيبقاش فيه تركيزه ووعيه الكامل فحط كرات غريبه وعجيبه النهارده مش ده محمد ده في واحده عملها له مجدي قفشه بدماغه الطبيعي جدا ان دي ترشق جوه الشبكه تقطع الشبكه حطها بغرابه شديده جدا عاليه بطريقه مش ده محمد شريف ولا نشكك في امكانياته وقدراته ولكن احنا اشتغلنا الكوره واشتغلنا التدريب واخدنا دورات تدريبيه على اعلى مستوى في اوروبا ولما نقول حاجه احنا عارفين بنقول ايه ما بنقولش من عندياتنا يعني. اللاعب اللي ما بيلعبش في مركزه بيبقى تايه. سيبنا ان في بعض اللاعبين بيقدروا يلعبوا في اكثر من مركز بيبقى هذا تكوينهم الفني والعقلي وكمان على فكره مش أي لاعب يقدر يلعب في مركزين معينين يعني أتصور اللي يقدر يلعب في مركزين مثلا باك رايت يقدر يلعب ديفيندر ويقدر يلعب مساك زي أكرم توفيق زي أحمد فتحي وغيره لكن صعب أوي صعب أوي تلاقي مثلا ديفيندر يلعب رأس حربة وديفيندر أو ديفيندر يلعب ونج رايت أو باك رايت يلعب رأس حربة في أماكن بيحصل نوع من أنواع الاضطراب العقلي إذا حطيت اللاعب في مكان غير مكانه، بيبقى مش حاسس بالمكان. فمش هطول في الحتة دي، هو مصر على إجهاض اللاعبين. طب هل محمد شريف بس اللي تأثر؟ لا. والأخ كمان مروان حمدي تأثر، ليه تأثر؟ لأنه كل شوية كان بيجي من الشمال يلاقي محمد شريف موجود بقى على شماله واخد مساحه قد تكون مناسبه له عشان يتحرك كراس حربه ما بيلاقيهاش وبالتالي مروان حمدي لم يكن في تشكيل المباراه النهارده حد شافه هو اه موجود على ارضيه الملعب لكن غير موجود اطلاقا في اداء الفريق خالص يعني ظلم ظلما بينا بوجود محمد شريف ناحيه الشمال لانه قفل عليه مساحات كان ممكن يتحرك فيها بشكل افضل وبالتالي اصبح اداؤه باهت للغايه وغير موجود في الملعب رغم انه لاعب جيد ولاعب عنده امكانات وقدرات وفي الدوري العام بيستطيع ان هو يهدف ويرقص ويعدي عنده حاجات حلوه لكن اتظلم النهارده في مزاحمه محمد شريف له المفاجاه من اليسار الى القلب هذا امر لما حاول الاخ كروش يكحلها عماها لما حاول الاخ كروش ولازم اقول كده بصراحه لازم اقول كده لانه احنا لو لعبنا بهذا الشكل انا ما اعرفش هو بيحط التويته وطبعا اللعيبه يا عيني بي بيصرحوا تصريحات بعد المباراه ماشيين مع الجو هيقولوا ايه هيقولوا اذا إيه إيه كان حجازه او قفشه او غيره هيقولوا ايه لازم يقولوا احنا لعبنا مباراه قويه وعم لا لا خالص مع كل الاحترام للمنتخب اللبناني كل الاحترام له كتر الف خيره لكن يا راجل انت منتخب لبنان كنت بتكسبه بالخمسه والسته والسبعه ده انت لعبت معاه سبع مباريات منهم واحده وديه سته فوز وفوز كبير واحده تعادل كل الاحترام وكمان منتخب لبنان ناقص اهم ثلاث لعيبه عنده منهم راس حرب لما جه يعمل تغييرات عمل حاجه غريبه جدا النهارده هو عنده مصطفى فتحي مونج والحقيقه كان له شخصيه على ارض الملعب ومصطفى ده مكانه ومصطفى هو البديل القوي جدا لمحمد صلاح في رايي انا وعنده قدرات في التسلسل من الاطراف الى العمق وامام منطقه الجزاء يستطيع ان يسدد او يهدي كرات لعيب رشيق غزال بمنتهى الصراحه. طيب اما جه يطلع مصطفى فتحي اول تغيير بتاعه نزل مهند لاشين مهند لاشين نزل اساسا مكان حمدي فتحي انا اسف مكان حمدي فتحي هو حسين كاتبه هنا غلط هو نزل مكان حمدي فتحي مهند لاشين نزل مكان حمدي فتحي بعد اما اصيب حمدي فتحي وخرج والف سلامه والحمد لله كويس لكن بعد كده نزل احمد رفعه الوينج ليفت مكان مصطفى فتحي الوينج رايت ما تفهمش ما تفهمش وقام جايب محمد شريف اللي لاعبه وينج ليفت واللي هو أساسا مش وينج ليفت وده وينج رايت اللي هو أساسا مش وينج رايت يعني هو مصر على أنه هو يعمل خلخلة في الخط الهجومي بشكل غريب وعجيب أنا أفهم يا أخي إن نحط كل واحد في مركزه، عايز تعمل تغيير لا بأس. في رأيي سيب مصطفى فتحي زي ما هو أو نزل زيزو لو ليك الرغبة، ونزل أحمد رفعت ناحية الشمال. يبقى كده عندك وينج رايت وعندك وينج ليفت. عايز بقى تبقي على رأس الحربة مروان حمدي، عايز تطلعه وتدخل محمد شريف ورأس حربة هذا شأنك. لكن ما يفضلش الملعب معوج. فبالتالي أدى المنتخب أداء باهت جدا جدا لدرجة إن القناة اللي بتنقل كتبت كده تويته وأنا موافق عليها جدا قال لك المنتخب المصري سيطرة عقيمة صح صح لأنه طبعا لو أنت قدام بقى منتخب أقوى من منتخب لبنان مع كل الإحترام مرة تانية للمنتخب اللبناني العزيز على قلوبنا كلنا ونقدر ظروفهم طبعا لا كان الحال هيبقى غير الحال على الاطلاق على الاطلاق بعد كده نزل زيزو مكان مروان ودخل محمد شريف راس حربه اخيرا وده كان في الدقيقه كان بقى 65 يعني سابنا 65 دقيقه داحل في المباراه بدون تركيز حقيقي على المرمى الشناوي اتفرج زينا بالظبط واتصور ان الشناوي ما خدش دش بعد الماتش ما دخلش الحمام ياخد دش لانه ما جاتلوش حاجه خالص بيتفرج زيه زينا هذا امر يدعوك ان انت تقول اذا الفرقه اللي بيلعب لها الشناوي دي لازم تمطر الفرقه الاخرى بوابل من الاهداف كان يقول كيبر بتاعك ما لمس ما نزلش على الارض الشناوي النهارده ما نزلش على الارض واقف يتفرج 90 دقيقه ومع هذا حضرتك تكسب بهدف ومن ضربه جزاء ولولا ان احمد فتوح عمل الفنت بتاعه وبدل ما يروح كده وقف ورجع تاني الراجل حط رجله بعدم خبره كان ممكن الماتش ده يخلص وكان ممكن والله اعلم ما تطلعش لاول ولا تاني في مجموعه مفترض ان انت تتصدرها او على الاقل تبقى في المركز التاني فيها